اليوم بالفقرة اللي بتهتم بالبشرة، بتوجه نصائح فيها للبشرة. اليوم نتحدث عن موضوع يمكن بيهم العديد من السيدات، وهو البقع والتصبغات اللي بتحصل على البشرة. أكيد رح نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع خبيرة البشرة هالة النوري. أهلا وسهلا فيكي هالة، كيفك؟ أهلا وسهلا. يعني دائما لما مجرد ما نشوف إنه صار في بقع وتصبغات على وجه السيدة، يمكن نقدر نحكي بالتحديد أكثر من الرجل، بنقول شو هي أهم الأسباب اللي بتؤدي لظهور هذا النوع من البقع والتصبغات؟ فقولي لنا أكثر عن الأسباب. أكيد أول إشي بحب أصبح عليكي وعلى الكل. صباح النور. هلأ طبعاً زي ما سألتيني، هلأ كتير في مسببات للتبقعات الموجودة على البشرة. هلأ أكثر سبب معروف للتصبغات والتبقعات اللي بتصير على سطح البشرة اللي هو أشعة الشمس. أشعة الشمس الفوق بنفسجية، نعم. هي بتعمل زي بتزيد إفراز الميلانين من الخلايا الصبغية الموجودة بالبشرة، فبصير في عنا تبقعات. هذا أكتر سبب معروف. وطبعا ما رح ننسى الأسباب الثانية اللي هي زي التغيرات الهرمونية اللي بتصير من الحمل، أو أي تغيرات هرمونية بتصير من الجسم. وبرضه مسبب كتير مهم اللي هو النظام، أنت كيف بتعتني بشرتك كل يوم، ايش بتحطي على بشرتك كل يوم، شو بتستعملي، كيف بتتعاملي مع البشره. هاي الاشياء كلها بتعمل عنا مشاكل وبتعمل عنا تصبغات. طب هل صحيح انه السيدات بيعانوا من البقع والتصبغات اكثر من الرجال بسبب التغيرات الهرمونيه؟ ممكن اكيد، لانه طبعا اكيد الحمل هو من أكبر الأسباب، هو اللي بيعمل عنا فرط بإفراز الميلانين بالبشرة، فهو أكتر إشي بيعمل التصبغات. تمام. طيب هلأ إحنا مجرد ما نشوف تصبغات على وجهنا، يعني منحب نعرف إنه كيف تكونت هاي التصبغات. يعني مثلا ست وجهها معين بيجي تصبغات بتكون أغمق من لون وجهها، فشو السبب بهذا؟ كيف بتصير العملية؟ هلأ زي ما قلت لك، حكينا التغيرات الهرمونية، أشعة الشمس، كلها هاي بتعمل على تحفيز الميلانين الموجود بالبشرة من الخلايا الصبغية. كيف مثلا؟ هلأ خلينا نحكي أشعة الشمس. أشعة الشمس لما تيجي على البشرة الفوق بنفسجية الـ UVA والـ UVB بتعمل على، بتصير البشرة بدها تدافع عن حالها. كيف البشرة بدها تدافع عن حالها؟ بتصير تفرز عنا ميلانين بطريقة عشوائية. أوكي. أو زي ما حكينا برضو التغير الهرمونات، برضو بتصير الخلايا الميلانين تفرز عنا ميلانين بطريقة عشوائية على سطح البشرة. فبتصير عنا هاي التبقعات اللي هي زي الكلف، زي النمش، بقع موجودة على سطح البشرة. تمام. هلأ هذا هو السبب الرئيسي. هلأ إحنا كيف بدنا نحمي حالنا من هاي المشكلة، أو كيف بدنا نعالج حالنا؟ بدنا أول إشي نحمي حالنا من الشمس، هذا أهم إشي، عن طريق استعمال واقي الشمس. هذا إشي كتير كتير ضروري. وإذا هي تغيرات هرمونية طبعا معروف بدنا نراجع الدكتور، استعمال أدوية، بدنا نستعمل كريمات إنه تعمل على تخفيف إفراز الميلانين من الخلايا الصبغية هاي. تمام. طيب إذا بدنا نحكي أكتر عن العلاج، يعني مجرد هلأ وجود البقع طلعت البقع بكافة أنواعها زي ما حكيتي، نمش أو غيره، وبرضه التصبغات، فكيف نقدر نعالجها؟ شو علاجها هون؟ أكيد. هلأ العلاج اللي هو زي ما حكينا، أول إشي الوقاية أهم إشي، والعلاج هم التنين نفس الطريقة. لازم يكون في عنا نظام للعناية بالبشرة بشكل يومي. هذا النظام عبارة عن خطوات لازم إنه إحنا نتبعها. هاي الخطوات، أول إشي التنظيف، لازم يكون في عنا صابون يعني مناسبة لنوع بشرتنا حتى ننظف فيها البشرة، حتى البشرة دائما تكون نظيفة. حتى كمان لما نيجي نستعمل أي كريم لتوحيد لون البشرة أو للتفتيح لون البشرة، إن البشرة تمتص هاي الكريمات والعلاجات وتستفيد منها. نعم. هذا أنا أول إشي. حلو. طب أنا قبل ما نحكي عن الوقاية، يمكن هي بدنا نقول أنا حكيت لك إنه بحال وجود صار البقع موجودة. هلأ غير الكريمات، إحنا بنعرف مثلاً إنه في أساليب تانية هلأ إلى بالإضافة إلى الكريمات، لكن لما البقع تكون مستعصية على الوجه بحاجة إلى ليزر، بحاجة إلى غيره. فقديش هاي الليزر بوصفك خبيرة بشرة طبعاً، قديش الليزر عم بيساعد إنه هو يكون في تخلص من البقع؟ لأنه برضو سمعنا العديد من السيدات قالوا إنه إحنا ما خلينا نوع كريم إلا جربناه لحتى نشيل البقع والتصبغات. التصبغات لا، أنا كتير شددت على موضوع الحماية، لأنه إذا إحنا وصلنا لهالمشكلة هاي كتير رح نواجه صعوبة حتى إنه إحنا نخففها. هلأ أوكي الليزر وهاي القصص كتير مفيدة، بس مرات إذا كانت خصوصا الطبع هاي كتير قديمة فرح يكون عنا العلاج كتير أصعب. طيب إحنا في عنا هاي الصورة. هلأ هاي الصورة عنا إياها بتوضح لك هون البشرة الطبيعية،
كيف عندك البشره الطبيعيه، كيف عندك هاي اللي شايفاها لونها بني تحت القريبه على الطبقه اللي تحت، هاي هي الخلايا الصبغيه، هاي هي اللي بتنتج الميلانين. هون الوضع طبيعي، الميلانين عم بتم افرازه بطريقه طبيعيه، البشره لونها طبيعي. نعم هذا البشره الطبيعيه. هلا ممكن لو يوضحوا الصوره الثانيه عشان يبين الفرق. اوكي اذا هلا رح ننتقل على الصوره الثانيه اللي هي هون رح نشوف فيها مقاومه البشره من خلال افراز زائد للميلانين. اوكي اذا خلينا نعرض الصوره الثانيه. لو سمحتوا شايفه هاي هي مبينه تحت، هاي الخلايا الصبغيه. هون شايفه الاسهم اللي لتحت اللي هي اليوفي اي واليوفي بي اللي هي اكبر مسبب من مسببات التبقعات. هون عم بتفوت للبشره، هون البشره عم بتحاول تدافع عن حالها. شايفه كيف عم تفرز عنا ميلانين بطريقه عشوائيه، فعم تتكون عنا الطبع. اوكي شايفه فهاي البقعه شايفتيها اللي فوق على سطح البشره، هاي هي الكلف والنمش طيب هلا هون واقي الشمس يفي بالغرض انه ما يصير في أكيد. افراز اكثر انه الجسم يقاوم، لانه برضه بنحط احيانا بنكون حاطين واقي الشمس لكن بنشوف انه طلع بقع. بالضبط، ما هي احنا حكينا الشمس هي سبب من هاي المسببات. اوكي هي من اكبر الاسباب، بس الاسباب الثانيه زي ما حكينا التغيرات الهرمونيه، حكينا العنايه اليوميه بالبشره. ممكن انت تستعملي كريمات يكون فيها عطور، ممكن تزيد عنا، ممكن انت ما تكوني مهتمه ببشرتك كل يوم عم بتنظفي بتقشري بترطبي بتستعملي انه كريمات انه تحافظ على بشرتك، ممكن هاي كمان مسببات انه تعمل عندك تبقعات او مشاكل للبشره. ممكن انواع ميك اب، ممكن تستعملي ميك اب مو منيح او ميك اب يكون فيه نسبه عطور كتير عاليه، كل هاي اشياء ممكن تزيد عنا من طب شو هي خصائص الكريمات؟ احنا اكيد ما بدنا نحكي ماركات ولا شيء، لكن شو هي خصائص الكريمات اللي لازم الست تعتمد عليها اللي بتعاني من البقع والتصبغات، يعني على امل انه البقع والتصبغات تروح؟ اول شيء الكريم يكون معروف شو هو، انت عارفه مش اي شيء انا اسمع عنه انه ما يكون موثوق من مصدر موثوق، هذا اهم شيء. ثاني شيء الكريم اهم شيء يكون خالي من العطور، او ممكن العطور اللي تكون موجوده فيه تكون يعني مستخلصه من مواد طبيعيه مثلا زي ورده معينه او شيء زي في ماء الورد. ايوه ماء الورد بالضبط، هذا اهم شيء. والكريم اهم شيء يكون طبي، يكون مختبر من قبل اطباء الجلديه، يعني يكون يعني موثوق معروف من وين مصدره، وانه يكون اخصائيين هم مشرفين على صنع هذا الكريم. العطور قديش بتاثر؟ يعني فكره انه نحط مواد معطره مع الكريم زي ما حكيتي، قديش هي بتاثر على البقع والتصبغات؟ هاي هي من اكبر المسببات، من اكبر المسببات اللي هي بتعمل زي تهيج للبشره، اللي بتعمل تبقعات للبشره، بتزيد من مشكله التبقعات. تمام، طب ليش هلا بتكون السيده الحامل بمجرد انه هي تعرضت للشمس بتصير في عندها تبقعات او بقع او تصبغات اكثر من غيرها؟ هل هو بسبب الهرمونات؟ ليش السيد الحامل بالتحديد؟ ما هو السيد الحامل انت عارفه كل شيء بالسيد الحامل بيصير في تغير بالهرمونات بالجسم، وتغير الهرمونات هذا بيعمل اكثر من مشاكل. طبعا مش حنقعد نعدد المشاكل اللي بتصير، ومن اكبر المشاكل هاي اللي هي التصبغات. عشان هيك كمان المراه الحامل بزياده لازم تحافظ، لازم تدير بالها، لازم تستعمل الكريمات، لازم يكون عندها نظام للعناية بالبشرة بشكل يومي. التقشير كتير ضروري، تقشير لازم مثلا يكون غير النظام العناية بالبشرة بشكل يومي، لازم يكون في عندها سكراب مقشر مثلا مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع، دائما بشرة يقيم كل هالخلايا الميتة الموجودة على سطح البشرة عشان دائما أفتح المجال للخلايا الجديدة أنها تطلع، والبشرة تضلها دائما نظيفة ودائما أخف تمام. طيب برضو هلا إذا بتقدري تحكينا عن نوعية الأكل، هل نوعية الأكل برضو بتفرق لظهور البقع والتصبغات؟ أكيد نوعية الأكل برضو كتير ضروري. يعني إحنا ما بنقدر إنه مثلاً خلص بس نستعمل كريمات وندير بالنا نقيم المكياج قبل ما ننام ونترك الأكل. أكيد الأكل كتير ضروري. شو الأشياء المهمة للبشرة؟ أهم إشي الأدوية اللي بتحتوي على فيتامين A مثلاً زي الجزر كتير ضروري، مثلا الأغذية اللي بتحتوي على فيتامين سي، فيتامين سي كتير ضروري. فيتامين سي كتير ضروري لنضارة البشرة، لتوحيد لون البشرة، يعني الإشراقة تاعت البشرة. وبرضه مش بس كمان تناوله، كمان ممكن نستعمله بالكريمات. يعني تمام. طيب هلا أنا بدي أتشكرك، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك على النصائح. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تتابعوا كل شيء جديد.